صاحب الدور. لك انت ما تشوفوش. يلا يلا. شو جابوا؟ صاحب الدور. ايه هون هون وصلت وصلت. وصلت وصلت. الله يخلينا اياك يا صاحب الدور. قصدك بخدمة. اللي شو بدك؟ ما لقيت حدا بالحاره كلها يخدمني هالخدمه غير حضرتك. تكرم عيونك شو هي؟ الله يخلينا اياك، بدي دايم منك 100 متليك. هلا ما لقيت حدا بالحاره يدينك 100 متليك غيري؟ والله ما لقيت بالحاره كلها غيرك. حسبي الله ونعم الوكيل. كان معي 100 متليك وقيمه مشان اعطيه للفرنساوي اذا عرف عندي باروده، خذ خذه بس ادبك ترجع لي اياه هون. بس شوفك ان شاء الله. وامتى هذا بده يشوفني؟ شي هذا طيب شو هالبرد هاد؟ برد؟ لا عمي ما في برد، هي اشاعات. اشاعات؟ اي والله اشاعات. يلا ابو شنكل تفضل فوت، البراد مفتوح، الباب مفتوح. مرحبا. شو يا الحمد لله نشكر الله كيفك ما تاخذنا جارنا مشان الدنيا برد ما يهمك ما يهمك مبين برد ايه المعزوط مفقود واذا وجهك غالي ايه اكيد عود كلك نعمه معنا لا لا متغدي وجاي انا ايه نساوي لك كاسه شاي حبيب قلبي انا كمان شربان وجاي لك عن امي ما بيصير ركبي بواري الصوبيا وشغليها منشان ندفي الضيق ما في داعي متدفي وجاي شايفة؟ لك منظر الاكل بشهي فعلا مثل ما بيقولوا العين هي اللي بتاكل احنا توفقنا بهذا المطعم اللي بنجيب من عنده اكل. بلش بالكبه اللبنيه. يا سلام. حبيبي. نعم. اجتك مسج على موبايلك بالمطبخ. موبايلي بالمطبخ؟ كان هون على الطاوله. بالمطبخ. نشوف مين. اسمع بالمطبخ جيب الملح والفلفل معه اسلك كرفتيني على المطبخ بلا طعمه انت طالع ثقافة منك، أنا شو مستفيدة منك ومن ثقافتك؟ قوم من قبل كب لي أكياس الزبالة ها، قوم! لك أنا بس بدي أفهم أنت منيح عم يطلع معك الزبالة كلها هي؟ كل يوم بتكب 6-7 مرات الزبالة، ثاني شي أنا قاعد هون بس رح تكب لي زبالة، شو قصتك أنت؟ يضرب عيشته اللي بيتجوز تحت صغيرة ما بتخلوا الواحد يتهلى لا بأرجيلة ولا بشي هاي الزبالة طالع كبة للمرة 17 اليوم يلا رجع لها حضر اللي بعده اضربي انت والزبالة لك شو قصته الجار اللي عندي؟ باليوم 6-7 مرات بكب الزبالة؟ هذا مرته كرهته حياته عم بياخد تنفس بكب الزبالة هاي اجتها تسلاي عم نشتغل فيه شوي مرحبا جار أهلين شلونك؟ منيح شوف قديش الكيلو؟
انت دور احنا ما بنختلف. سلم ايديك. اهلين بسمرة. الحمد لله على السلامة. لك ما قلت الحمد لله على السلامة. ايش وقت انت انا؟ لك يا اخي اليوم طلعت من السجن. لك شو بك يا زلمة، الواحد بيطلع على الحرية. بدي لك الحمد لله على سلامتك. لو تجيب لي سيرة الحرية ان شاء الله. يا سمرة انا قصدي على الحرية الطبيعية الحقيقية. شو الحرية تحرمت على حدا؟ ايه زهيد الله يسلمك. اخي بدي احكي معك بموضوع. يعني انت صديقي وانا بحبك كثير، بتمنى ما تنزعج مني. لك انت مو صديقي. لك انت مو صديقي. لك انت اخي. اخي احكي ولا همك. عم اسمع حاجه وقت فوتت شو لازم تلاقي لك شي مصلحه وتقعد تركز فيها بقى. لك ليش بايدي القصه؟ لك يا نادر بايدي القصه. لك يا اخي طبعا بايدك طبعا. انت زلمه اخلاقك ضيقه لازم تهدي شوي. ما بدي انا كل واحد بدس لي على طرف بدي يمسح في الارض. اخر واحد ليش هتطبطب الموس؟ مو لانه سبني. ايه بس بدك تصير تهدل العشرة من هون ورايح، لأنه القصة مو هيك لك سمرة، مو هيك. بعدين لازم تلاقي لك شي شغلة. لك شو بدي اشتغل لك نادر؟ شو بدي اشتغل؟ مالك شايف البلد ما فيها شغل؟ أخي طول بالك إلا ما نلاقي لك شغلة. بس أهم شي بهي الشغلة إنه أنت تكون بتحبها، لأنه إذا ما بتحبها ما رح تزبط معك. أنت راسك يابس. لك شبكي انعام شبكي. شو صار لي؟ شو بدك يعني اعمل؟ قوم ادبك قوم ارقص. لك خود وعطي كمان، احنا بدنا نحكي معك يعني. يا انعام يا حبيبتي يا روحي يا عمري، انت بتعرفي انه انا كل النهار بقضيه برات البيت بالمدرسة على لعي مع الطلاب. روحي بتطلع ما بصدق امتى ارجع على البيت لحتى كن شوي اقرب هالجريدة ونام اخر الليل. وكمان انا مرتك كل نهاري وشي بوش هالحيطان بستنى جيتك على احر من الجمر لحتى اخذ واعطي معك. على راسي على نافوخي من فوق. تفضلي، في شي موضوع مهم لازم نحكي فيه؟ اها يعني اذا ما في موضوع ما في شي ناخذ ونعطي فيه. لك انا على شو بدنا نحكي؟ مثلا اليوم ما سالتني شو صار معي عند دكتور الاذنية لانه اذني الوسطى كانت عم توجعني. على هالنسوه هي صحيح شو صار معي؟ اها يعني انا لو ما ذكرتك انت ما كنت سالتني. شبنا انعام شبنا، لا تعملي لنا اياها قصه. نسيت ما صار شيء. المهم طمنيني شو صار معي. انت مانك مهتم، لو مهتم كنت تذكرت وسالت. اوه علينا. كمان عم بتعصب كثير متغير وحاسه انه خلص الحكي. لك يا انعام يا حبيبتي يا روحي يا قلبي، انا بتعرفيني طول النهار بدي ارجع عيد وقفتي. طول النهار ضلني واقف قدام الطلاب عم بشرح بنتفخ قلبي بلتعى قلبي مع الطلاب. ما بصدق انت اجي على البيت لحتى اهدى وكن وارتاح بقرا لي كلمتين بالجريده وبعدين بقوم بندفس بنام. ليش عم تتصحصن وتضحك؟ لك سمرة انت بعد ما طلعت من السجن صاير مهضوم كثير يا زلمه. لك مجنون انت مجنون حتجنني؟ بدك تصير استاذ مدرسه شلون؟ لك اي شو المشكله؟ عم بقول لك طول عمري بحلم كون استاذ مدرسه. يا سمرة هذا الحلم بدك تشيله من راسك هلا، ما بقى يزبط معك. روح دور لك على شي شغله ثانيه يا اخي. وليش لحتى ما يزبط؟ لانه بالاول لازم تكون خلصت دراستك وبعدين درست بالجامعه لتصير استاذ. مو واحد مثلك خريج حبوس وحشاش ومدري شو بيعمل بحياته بده يصير استاذ بالمدرسه. يا اخي شلون حتجنني؟ ما بعرف بده تضبط. يا اخي عم اقول لك حلمي طول عمري اني اكون مدرس ودرس الطلاب. اخي بس هذا الحلم بعيد المنال، خلص شيله من راسك شيله. لك لا بعيد المنال ولا شيء، راح احقق حلمي لو لاخر يوم بعمري. ولك شلون حتجنني؟
انا رح اقول لك شلون. تتذكروا لرفيقنا ملحين؟ ملحم زين؟ لا، ملحم بركات. جلس! ولك ملحم رفيقنا اللي كان بالمدرسه، تتذكروا؟ لك ايه مزبوط تذكرته. شو عم يشتغل ملحين؟ عم يشتغل مدرس تاريخ. لك ايه والله، هذا مو كان عم يدرس بالجامعه بفرع التاريخ؟ هلا بيكون صار استاذ مهم كتير. هذا هو اللي رح يحقق لي حلمي. لك بس شلون؟ انا رح اقول لك شلون. معك رقم لملحيم؟ عندي رقمه، من فتره شفته بالطريق بالصدفه واخذت رقمه، بس ما بعرف اذا تغير. هات. شغلتك بسيطة يعني، خلاص الدكتور طمنك؟ الحمد لله بسيطة، قطرة بيعطيك إياها وبطيبي ما هي؟ أي الحمد لله طمني الدكتور. أي الحمد لله. ألو؟ أهلين؟ أهلين نادر، مين؟ سمراء؟ سمراء خير؟ خير، شو بده مني؟ بده يشوفني؟ ليش بده يشوفني؟ مشان شو؟ شو هالشغلة الضرورية اللي بيشوفني من شانها؟ انت بتعرف وين ساكن؟ انا مساكن التلة. خلاص انا بكره بشوفكن. شارع النحلة. خلاص بشوفك بكره. الله معه. شو بده مني هذا؟ شو فطنوا فيني إلا؟ والله العظيم مين هاد؟ لك هذا واحد رفينا كان معي بالبكالوريا، بس طلع فاشل هيك بالمدرسة، وبعدين قفل هيك خريج حبوس ومشاكل جي وضريب مواس. ايه وشو بده منك؟ ما بعرف، قال بده يشوفني. ما يكون ناوي يتدين منك مصاري؟ شو بعرفني، والله ما بعرف. بعدين انا عم يزيد معي مصاري لحتى ادينه اياها. لك الله يصلحها. طب ما عرفت تتهرب منه طالما هو خريج حبوس وتبع مشاكل؟ لك انت استاذ مدرسة. لك شو بدي تهرب منه انت تاني؟ قلنا لك ضريبة مواس، انا بدي تهرب منه ما بعملها. انت زعلته شي بزماناته؟ ابدا، اعوذ بالله، انا بدي اتخانق معه مشان شو؟ خير ان شاء الله. لك وينه لهلا؟ ليش تاخر؟ حاج تعيط شباك الدنيا صبح، خلاص روق شوي شو فيه؟ عقبال الصبح بلا نهار بلا ليل، لازم يكون دقيق بمواعيده، استاذ مدرسي هاد. استاذ شو بقى؟ اهلين بملحي، اهلين بربع. هدوس 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 دخيل ربك، طلع فيني هيك؟ ما شاء الله، والله زغران شي 20 سنة. طمني عنك. اهلين سمراء، اهلين. منيح ماشي الحال انت؟ الحمد لله. شلونك؟ طمني العيله منيحه، المدام الاولاد كله الحمد لله. ايه الحمد لله، الحمد لله يا رب. انت شلونك؟ والله اموري منيحه، ما صار لي زمان طالع من الحبس. حبس؟ ليش؟ شو عامل؟ ايش وليش؟ قطعت اشاره المرور. طبت واحد بالموس. ايوه. ايه استاذ ملحم، شلونك؟ انا الحمد لله ماشي الحال. اهلين نادر، بس ما تاخذوني، ما خبرتوني انتو شو بدكم مني، لانه انا بدي لحق يروح على المدرسه. ما حنأخرك استاذ، ما حنأخرك، بس بدي اسالك سؤال، انت بعدك عم تدرس؟ لك انا مدرس تاريخ. هي الحين انا اللي عندك طلب، وبدي اياك ما تخجل. خير 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 استاذ ملحي. سمره خلص نوى انه انتو، ونحن من امبارح قاعدين عم نحكي انه شو ممكن يشتغل، وهو قال لي انه عنده حلم قديم وحابب يحققه. حلم قديم؟ ايه والله حلم قديم، قلت لحالي ما في غير صديقي واخي ملحيم بيحقق لي اياه. وشو هذا الحلم؟ يا سيدي عندي حلم صير استاذ مدرسه، ولو ليوم واحد، ولو لساعه واحد. شو هاد؟ شو بنا ملحيم؟ صعبه؟ شلون يعني صعبة؟ ما فهمت يعني. إذا دخل مدرس ليوم واحد، ما فهمت. فهموا نادير، فهموا أحسن وعصب. خلاص أنا فهمه يا أستاذ، أنا بفهمك. سمرة عنده حلم بأنه يدرس طلاب، وهلأ ما عاد تزبط معه، وما في غيرك أنت يساعده، خليه يدرس يوم واحد بس. كمان ما فهمت. الله يجيبك يا طولة البال. أخي ملحيم الله يرضى عليك، افتح لي مخك. القصة انه بروح معك على المدرسة وبعطي حصة، لولا ساعة، لولا نص ساعة، بس مشان حقق هالحلم. لا
لك شلون بدك تعطي درس؟ لك مين صعبة مين صعبة يا ملحيم؟ افوت محلك وبعطي الدرس بدالك. شلون بدك تعطي بدالي لك يا صبرا؟ الله يوفقك، أنا يعني بعطي دروس تاريخ. وأنا طول عمري شاطر بالتاريخ. سأل نادر، شاطر ولا مو شاطر؟ بلا شاطر. بلا شاطر. بس شلون بدك تفوت على المدرسة؟ كيف؟ لا يا ملحيم يا ملحيم، لا تعقد القصة. إيش وكيمياء؟ لك لو كيمياء كنت أعطيتك أستاذ الكيمياء رفيقي، أنا كنت خليته هو يعطي محله، يعني كانت أحسن. عم يعمل كوميديا، عم ينكد. لك يا ملحيم ما أرضى عليك، لا تطلع لك لاقي. خلاص عم أقول لك، أنا فوت معك على الدرس، أنت بتقعد على جنب وأنا بعطي الدرس بدالك. ولد وبلكي شافك المدير. اسمع شو عم يحكي. لك قليلي أنا قديش فايت وطالع وساري بدون ما حدا يشوفني، لا بالفوت ولا بالطلعة. خلاص مثل ما بدك، يعني بتجي بتعطي درس محلي بس آخر مرة، يعني لا تطلب مرة تانية. يا سيدي انت حقق لي هالحلم ليوم واحد بس و توبي مع تيدا. ماشي ماشي، تفضل شرف. يوا دعيلنا نادير، دعيلنا دعيلنا. موفق سمرة موفق. لك والله صاير هالأكل بحير، فايقة من الصبح ماني عارفة أنا شو بدي أطبخ. لا دخيلك، الأكلة ما بيحبها ملحيم. عم فكر ساوي له جزمز من أيام العسكرية هو بيموت عليها. أنت شو بدك تساوي؟ أي منيحة منيحة وما بتكلف كتير. لك دخلي صلكم زمان ما جيتوا سهرتوا عنا، تعالوا اليوم. لا ملحيم ما عنده دروس خصوصي اليوم، مروا المساء. ايه خلص ناطرينكم. لا ما بدي غير سلامتك. مع السلامة. لا تطولوا، يلا مع السلامة. يا ترى شو صار مع ملحم مع هذا رفيقه المشكلجي؟ بدق له ولا بيكون بالدرس؟ الله يمرق هالقصة على خير، يقوم افرم البندورة أحسن شي. اللي شلون شفت لي اخوك ابو سمرة خرج يعطي دروس تاريخ ولا مو خرج؟ اخي سمرة، انت مو درست برا واحدة وحققت حلمك؟ ببوس ايدك، ببوس رجلك، ببوس صرامي اجدادك كلياتهم. روح اشتغل لك شي شغلة تانية. ليش انا خبصت شي لا سمح الله؟ مو كله كان تمام تمام؟ ايه بلا كله كان تمام تمام يا سمرة يا حبيبي، يعني هو في بعض الهفوات بعض الغلطات البسيطة، يعني مثلا ملك الحبشي اسمه النجاشي مو الفشاجي، والطالب اللي ما بيدرس الإدارة هي اللي بتحاسبه، لك مو انت اللي بتشل عرضه. والتدخين بالحصة ممنوع. وخالد ابن الوليد مو خالي ام وليد، وخالد ابن الوليد سيف الله المسلول مو موسى الله الكباس، وابو جهل ما باع بلال الحبشي لبرشلونة بخمسة مليون دولار. فهمت علي؟ والاستاذ اللي بيخلص الحصة والدرس بيطلع من الصف بهدوء وبرصانة، مو بنزل زحلة على الدربزين مثل الطلاب قدامهم. ماما هلا خلصنا هذا الدرس، بيان عندي درس الديانة، سمعي لي يا. نسيت انه انت مربوط لسانك ما بتحسن تسمعي لي. طيب ماما، السؤال بيقول عدد اسماء الانبياء. اسماء الانبياء، النبي موسى والنبي عيسى والنبي محمد والنبي بوسى. النبي الرابع. ماما عطول انا كنت اسمع ابي بيقول للشغالة والنبي بوسى والنبي بوسى. أسعار
لك أهلي؟ أهلي أختي. شو الأخبار؟ أخبار الحمد لله. شو أنا أخبار؟ لك شو صار معكم؟ بشو؟ لك مو رحت تطلبوا البنات؟ إيه. شو النتيجة؟ نتيجة تعادل 3-3. أنا وأبي وأمي موافقين وأبوها وأمها وهي مو موافقين. شو اليوم ما بدك تبصري لي؟ هلا خلصيني من التبصير احكي لي. شو بدي احكي لك؟ شو بدك تحكي لي؟ مو خبرتيني قلتي بدك يعني ضروري؟ شو نسيتي؟ لا ايوه ما نسيت ابدا. لكن شو يلا حكينا طفتي قلبي، بعدين شايفتك هيك مزهزها ومبسوطة، شو قصتك؟ يا ستي جاني عريس. اها هاي الأخبار الحلوة، احكي لي طيب كيف وأيمتى وشلون؟ هلا كل هدول اللي حجاوبك عليهم ما بدي. ايه خلصيني بقى واحكي. شو؟ شاب تعرفت عليه بالسيرفيس أنا ورايحة على الجامعة، بس شو شاب بياخد العقل، بجنن، بيطير العقل، كثير كثير حبيته. بالسرفيس؟ لك ايه بالسرفيس، وصلنا هيك كم يوم انا وياه عم نحكي مع بعض، وبتيجي يطلبني من اهلي؟ ايه طولي بالك، طولي بالك شوي، ما صار لك يومين قلتي لي بعرفه، وبعدين هي يعني زواج مو لعبه. ما بعرف، بس قلبي هيك يعني كتير كتير لهف له، جد هيك وارتحت له. وليه جد به؟ روقي لا تستعجلي، على شو مستعجله؟ بعدين الرجال في منه المليح وفي منه القبيح، بعدين ما بدك تعرفي عيوبه؟ ايه بس انا لحد الان ما شفت فيه عيوب ابدا. ليكي الكمال لرب العالمين، بس انتي قايلتي لي ما صار لك يومين بتعرفي، يعني على شو مستعجله؟ طولي بالك شوي. يعني بالله شو بده يكون في عنده عيوب؟ بعدين ليش هيك عم تشائميني؟ ليكي شو ما كانت عيوبه بس ما يكون كذاب وبخيل، يعني هي ما حدا بيتحملها. هلا كذاب ما بين معي ولا بخيل، بس يعني معقول يكون بخيل؟ شو عرفني انا، انتي اللي بدك تعرفي، ما عم اقول لك ادرسي وشوفي قبل الخطبه، بعدين اسوأ شغله بالشاب يكون بخيل. يقبر قلبي بيكون هو. ها؟ هو شو؟ تعليمي؟ ألو أهلين كيفك؟ شو أخبارك تمام؟ أنا عم أقول مين علم لي. إيه أنا عملت لك بس هيك رنة، فكرت إنه ممكن تكوني نايمة فمشان ما ضايقك، يعني مو تفكري بخل، هذا بعد نظر حبيبتي. تسلمي لي. شلوني؟ تمام؟ إيه منيح. اسمعي لقلك، شو رأيك اليوم اجي انا وبابا نطلب ايدك؟ ليش ما خبرتيهم؟ ايه خلاص خلاص ما ندق الحديد هو حامي. شو رأيك؟ يلا مناتا، ايه اليوم المساء الساعة 9 نجي لعندكم. ايه طيب ماشي حبيبتي، يلا باي. يعني هو بيعلم بدل ما يدق؟ يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. بالمؤهل بالمؤهل عمي ابو سويريري. والله الحقيقه شرفتونا شرفتونا انت وابنك. الله يعني يخليك الله يخليك، لنا الشرف، نحن لنا الشرف. يا ولو ولو وين ها جد قهوه. مساء الخير. اهلين. تفضل تفضل بعروستنا. تفضل تفضل. يسلموا ايدينا يا بنتي. القهوه ما بنشربها عمي ابو سويريري قبل ما تلبينا الطلب يلي جايين مشانه. شو هالشغلة؟ انت شرب قهوة وانا احنا راح نلبي لك طلبك. هيك اشرب يا ابني شرب. بس قبل ما تشربوا يعني قبل ما يعني في موضوع مهم كتير لازم نحكي فيه، بتعرفوا موضوع المهر. يعني الصراحة نحنا فكرنا كتير وقررنا انه يعني يكون مليون متقدم مليون متأخر. عمي ابو سيرين. انا بحكي. حكي لي شو؟ بس يا عمي يعني أنا بظن إنه بنت حضرتك ما بتستاهل مليون متقدم مليون متأخر. قصدي هي بتستاهل ملايين الدنيا كلها، لأنه ما شاء الله شو حلوة وشو مرباية، ونعمة التربية يا عمي ونعمة التربية. الله يخليك يا ابني، هذا ذوق لطف منك. وأنا برأيي عمو هي المليون متقدم مليون متأخر بلاها، منحط فرنك متقدم فرنك متأخر، رمز فرانك رمز، قطعة قديمة نادرة، وبنت حضرتك ما شاء الله يعني قطعة نادرة. ولا تخاف عمي، أنا رح جهزها تجهيز بجنن،
بس لا تفكر انه هذا بخل ابدا، هذا بعد نظر. والله اقنعتني اقنعتني. شو رايك سيرين؟ يعني بابا هو الراي رايك. ما شاء الله ونعمة ترباية لك يا بنتي. شو هالعروسه الحلوه هي؟ معناتها اتفقنا. ايه وبنعمل كتب الكتاب والعرس بيوم واحد. بدك تطلع شهر عسل؟ اه ايه ايه ايه، بس ما راح نطلع شهر، يعني بنطلع لنا يوم او يومين، لانه بخاف اذا تركتها شهر بالعسل يصير معها سكري. بس لا تظن هذا بخل، هذا بس بعد نظر. مو معقول يا ابني، مو معقول قديش دمك خفيف. يلا يلا خلونا نقرا الفاتحة. بيبي شو صار لك ساعة عم تعمل؟ حبيبتي شو شايفتيني عم صلح التلفزيون وما عم اشتغل؟ طيب حياتي حاكي تبعات الاوتيل هن المسؤولين، ليش انت عم تعذب حالك؟ يا شو بدي اقول لهم؟ ما سمعتيهم لما قالوا هاي الغرفة من هون لبردة خدوها ب 500 ليرة. شو يعني من هون لبردة؟ يعني الإدارة غير مسؤولة عن أي مشاكل بالغرفة، يعني ما لهم علاقة، مشان هيك أنا عم صلح التلفزيون لأنه ما في حدا يصلحه. طيب يا عمري إحنا ليش جينا نعمل هون شهر عسلنا؟ يعني كان فينا نروح على أوتيل خمس نجوم مو نجمة واحدة. لك يا حبيبتي، لك أنت الخمس نجوم تبعي كلها، وين ما قعدت معك إن كان على السقيفة ولا بالخرابة أنت نجوم العمر تبعي كله. أسبوعك لا تفكري إنه هذا بخل، هذا بس بعد نظر. لك تقبر قلبي شو حكياتك حلوين. لك تقبر قلبي شو شاطر، قدرت تصلح التلفزيون؟ لا كان حبيبتي. أنا الحياة علمتني كثير، يعني بشتغل كل شيء بإيدي. ايه بنتي طمنيني، ان شاء الله مبسوطة وعم يدللك. لك ايه ما بيكفي خصور شهر العسل لثلاث ايام يومين بعدين؟ ايه لازم يحطك على راسه بس يدللك. ايوه ما شفتي؟ لك ايه مهر مثل العالم ما دفع، وعلى اساس فرنك قديم ونحن الذهب عتيق، وعلى اساس بعد نظر مو بخل، بخل مو بعد نظر. ايه شو هذا هلك نهرك؟ ايه ديري بالك بنتي الله يرضى عليكي. ايه ماشي والله كلهم بيسلموا عليكي. ايه يلا يلا مع السلامه، ديري بالك على حالك، الله معك. بيبي شو عم تعمل؟ حبيبتي عم شو شايفه يعني؟ عم صلح التخت. طيب دق لي تبعات الاوتيل هن يجوا يصلحوه. لك يا حبيبتي شو كمان بدي اعد لك اياها؟ ما لهم مسؤولين عن شيء. يا الله منك، ايش هالشهر العسل هذا؟ قضيت لي اياه كله تصليح ويا على حظي. ليش حبيبتي انت متضايقه من شيء؟ ناقصك شيء؟ يا بيبي والله داخلي، خلينا نطلع انا وياك نشم هوا، يعني معقول نضلنا قاعدين هون؟ نشم هوا؟ يعني لوين حبيبتي؟ يعني مثلا نروح على السوق. سوق؟ لا شو لا خلص شو بدنا بالسوق حبيبتي؟ قاعدين هون مع احلانا. ايه بيبي بدي اشتري بارفان لانه. شو هي بارفانك؟ اعوذ بالله انا خليك تحطي بارفان؟ وليه بقى؟ انا خليك تحطي بارفان؟ لك حبيبتي ريحتك احلى بارفان، ما بخليك تحطي بارفان. نوب 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 نوب. لك على فكره هذا مو بخل، هذا بعد نظر. لك تقبر قلبي ما احلاك. طيب بيبي معناها بشتري مكياجات؟ شو لا حبيبتي شو مكياج؟ معقوله انا بخليك تحطي مكياج؟ هذا الوش الحلو معقوله يحط مكياج؟ بشره رائعه بتجنن ناعمه، مستحيل. على فكره كمان مو بخل، هذا بعد نظر.
لك الله يخلي لي اياك يا رب يا احلى زلمه بالعالم حياتي. بس انا كثير داخل إيه، خلينا نطلع انا وياك نروح هيك شي مشوار يعني نتعشى ونرقل. يلا هي شو بدي فاهمها يا اهلا وسهلا تفضلوا بيبي خلينا نفوت نقعد هون. هذا المطعم كم نجمة؟ استاذ هذا أربع نجوم. أربع نجوم؟ تفضل. لا لا حبيبتي يمكن لقدام نلاقي واحد خمس نجوم. يا سيدي أنا قبلاني بأربع نجوم. يلا خلينا نفوت نقعد. تفضلوا تفضلوا أهلا وسهلا. فخامة الاسم بتكفي. يا ميت أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا نورتونا. أهلا وسهلا جداد، أنتم بتجوا لعنا ما هيك؟ أهلا وسهلا. شو بحب طعميكم؟ في ستيك لحمه؟ ستيك لحمه طبعا. هي شوفي لحظه. لا لا حبيبتي لحظه، شو ستيك لحمه وانفلونزا الخنازير؟ لا حبيبتي مشان الله، لا لحوم ما بدي، مو بخل على فكره، هذا بعد نظر. يا بيبي شو دخل ستيك اللحمه بفلونزا الخنازير؟ يسلم هتم يسلم هتم، شو دخل هي بهي يا اخي. انا احنا على فكره فخامه الاسم تكفي، يعني معقول احنا نجيب لحمه فازه يا استاذ؟ يا حبيبي انتم ما دخلكم، بس ما بتعرف هي اللحمه كمان شو فيها؟ لا لا حبيبي لحومات ما بدي، ما بدي لحمه. طيب مناخد فيليه دجاج. فيليه دجاج حلو هيك تيجي خفيفه لطيفه. لا فيليه دجاج لا حبيبي شبكي وانفلونزا الطيور. لا حبيبي انا بخاف عليك مشان الله بلا هاللحمه. يا استاذ انفلونزا الطيور مو هون بالسنغال بافريقيا باي منطقه ثانيه مو عندنا. الله يخليك، نحن الدجاجات اللي جايبين كلهم فاحصينهم اذا بدك، تحليل بول براد كل شيء يعني عاملين له اياه اذا بدك. شو رايك اكل منهم؟ اكل منهم؟ لا لسه ما بدك. خلص معناتها اخي لحمه ما بدنا. شو بدنا ناكل؟ حبيبتي مشان الله خلص انا بنقي. شو رايك على كيفي هيك اكلي على كيفي منيحه قوي ولك؟ خضار. شو في عندك خضار؟ خضار؟ في عندك بطاطا مقليه؟ بطاطا مقليه طبعا عندنا بطاطا مقليه رح نطلب لك معناتها. قبه مسبحه متبله. لا 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 باشات ما بدي بطاطا مقليه، صحن بطاطا مقليه وبدي معه ربطه خبز. بس معقول بس هيك طلبوا؟ كيف حجيب ربطة ونرق فيها؟ ثانيا إذا زاد شي بنعطيكم اياه بيرجع. خلص. خذ لي هالطلبية على المطبخ، خذ هالزبون مسكر. بطاطا وربطة خبز؟ ايه لك ساعة واقف على بطاطا وربطة خبز؟ مكتت. روح يا راي. طيب بيبي طلب صحن ثاني بطاطا، لسه ربطت الخبز باولها. لا حبيبي شو صعبة بكفي هيك كوليسترول. اذا جوعانه هلا بس نطلع جيب لك صاروخ فلافل، بتكوني اخذتي معادن وكربوهيدرات واملاح كل شيء، وجبه غذائيه كامله نظاميه حبيبتي. طبعا هذا مو بخل، هذا بس بعد نظر. عليميون العشاب. بيبي انا كثير عطشت، خلوني يجيبوا لي مي. لو حاكي قبل بثانيه طلبنا الحساب بشكل. هلا بدنا نلاقي لنا حنفيه نشرب منها. الحساب. مضبوطة هي 429؟ ايه 499. يا حبيبي ولا شيء. ولا شيء. مو حاسس حالك مكتر كثير؟ لا حبيبي. خذ هالزبون سكين، خذ حط 500 ليرة. كتر خيره ترك لنا ليرة والله. ايه كتر خيره. لعم ما ضربوا شو هالزبون ها؟ لك شو هذا بده ينام عنا يعني اليوم؟ من عدا شيء ألفانه. لك لا معلم ما بده ينام، قال بده مات 500 بده ليرة. هو قال لك بده الليرة مات 500؟ ليك عم طالبني فيها. اعطيني صحن ابيض عندك. شو بدك بالصحن؟ اعطيني صحن ابيض. ماي صحن. شو عم تسوي معلم؟ ما دخلك. طب بس فهمني شو عم تسوي. اتركني. يا ميت اهلا وسهلا، شرفتونا اهلين وسهلين، تفضل. شو هي الليره اللي طلبتها حضرتك؟ وهي يعني ملبسة مشان تحلي درسك بعد البطاطا. كلك ذوق. وهي حبة منع حمل مشان تعطيها للمدام مشان ما يتكاثروا أمثالك بالوطن العربي. تفضل. قومي قومي.